السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. في هذا الفيديو سأقدم لكم يعني سلسلة خاصة بمنصة معروفة ومنصة مشهورة إخواني في الله، وهي منصة بايبيت. لكن قبل بداية الفيديو أتمنى لكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك لتشجيعنا على نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. فكما نرى إخواني هذه الوجهة الخاصة بالمنصة، فالمنصة كما قلت لكم تدعى ببايبيت، هي منصة خاصة بالتريدين والكريبتو كارنسي يعني العملات الرقمية. كما نرى هذه الوجهة الخاصة بالمنصة، فالمنصة تضم العديد من العملات الرقمية العديدة والمشهورة، مثلا كالبيتكوين، إثريوم، سولانا، البي ام بي، والعديد العديد إخواني في الله من المنصات الكبيرة وأيضا المنصات المشهورة إخواني في الله. أيضا يوجد العديد من الأشياء كتريدين بورد، كالكابي تريدين، والعديد العديد إخواني في الله كما قلت لكم إخواني في الله. فكما نرى أيضا يوجد العديد من المميزات، أهمها إخواني في الله كما قلت لكم في الـ يعني الـ كما قلت لكم يعني الكابي تريدين والعديد من الأشياء الأخرى. كما نرى يمكنكم أيضا الاستغلال بالمنصة في الحاسوب أو أيضا الهاتف الخاص بكم، سواء أندرويد أو أبل ستور، كما نرى ستجد سواء آي أو إس أو أندرويد. فكما نرى أكثر من 11 مليون يعني مليار مليون عفوا في تريدين فوليوم إخواني في الله في آخر 24 ساعة. الكريبتو كورنسيز الذي يعني توجد أكثر من 1200 كريبتو ريجسترد يوزرز، يعني الناس الذي يستخدمون هذا المنصة أكثر من 32 مليون واحد. وأيضا 160 دولة يعني تدعم يعني قبول البايبيت إخواني في الله، المنصة الجميلة والمشهورة. فكما نرى هذه الوجهة، إذا أول شيء قبل الدخول يعني بعد الدخول إلى الرابط أسفل الفيديو إخواني في الله، ستجد هنا يمكنكم الدخول مباشرة إلى الساين أب على هذا الشكل لكي تقوم بتسجيل حساب إخواني في الله. طريقة التسجيل فيها جد سهلة كباقي التسجيل في أي يعني في أي منصة يعني معروفة. كما لكم هو الدخول بالإيميل أو ثم الباسورد، بعدها تقوم بإضافة الريفر كود الخاص بي الذي سأتركه لكم أسفل الفيديو، يمكنكم كتابته هنا إخواني في الله. هذا هو إخواني في الله الخاص بي، أو يمكنكم ستجده مباشرة في أسفل الفيديو. إذا دخلتم يعني ستربح يعني بعض العمولة يعني من خلال الريفر كود، أو إذا كنت تريد مثلا الدخول بالموبايل نمبر تقوم باختيار هنا الكود الخاص بالدولة الخاصة بك، ثم تكتب الموبايل ثم الريفر كود ثم create an account وسيكون لديكم حساب. أنا الآن سأدخل إلى حسابي وسأريكم طريقة التسجيل وكل شيء وطريقة استخدام المنصة. إذا إخواني فبعد الدخول هذا هو الحساب الخاص بكم، سيكون لديكم يعني ليس verified. كما عليكم الذهاب إلى get verified now، تقوم بالذهاب إلى verified من هنا لكي تقوم بتفعيل الحساب واستخدامه إخواني في الله بدون أي مشكلة. كل ما عليكم هو يعني الآن تذهب إلى level 1 لكي تكون لديك deposit trading وP2P والعديد من الأشياء الأخرى. أيضا الكريبتو withdrawal اليوميا يعني أكثر من 20,000 دولار. كل ما عليكم إخواني في الله verify now. كل ما عليكم هو ستختار الدولة الخاصة بك، ثم بعدها تقوم باختيار ماذا تريد، مثل ID card، passport، driver's license أو residence permit، ثم بدأ confirm إخواني في الله، وبدأ يعني سيقوم بتفعيل الحساب الخاص بكم وستبدأ بالتداول إخواني في الله بطريقة سهلة وسهلة جدا. إذا الآن سأريكم يعني طريقة. كل ما لكم يعني الدخول إلى الماركت، هنا ستجد الماركت overview يعني لكي تعرف ما العملات الرقمية الموجودة إذا كنت تبحث عنها إخواني في الله. كل ما لكم هو يعني ستجد أن هنا أي عملة رقمية فقد تقوم يعني مثلا النيو ليستن مثلا هذه اللي قاموا ب إرسالها، هنا البيتكوين، الإثريوم، أي واحدة فقط تكتب من هنا. مثلا إذا كنت تريد مثلا البونك يعني هذه جديدة وعملة يعني مرتفعة كبيرة، انظر تريدين فوليوم الخاص بها 47 مليون دولار، فهذا شيء جميل وجميل جدا. أيضا إذا كنت تريد مثلا أي عملة رقمية ستجدها، مثلا السولانا ستجدها هنا، هذا تقوم إخواني في الله بالتريد أو من هنا تقوم بباي كريبتو. الآن سأريكم الطرق يعني الذي يمكنكم الباي كريبتو. يمكنكم باي كريبتو بالبي تو بي يعني بزيرو فيز، يعني يمكنكم الدخول إلى البي تو بي، لكن يجب عليكم فيريفاي الأكونت الخاص بكم أولا والدخول للبي تو بي. فكما نرى البي تو بي سهل. كل ما عليكم هو مثلا يجب عليكم إخواني في الله الناس يعني يعني الناس يعني يبيعون هنا والشراء. مثلا أنت تريد مثلا باي، تقوم بباي على هذا الشكل، تختار ماذا تريد الشراء بالدولار على هذا الشكل، ثم بهذه الطريقة ستقوم بالباي USDT أو سيل. نفس الطريقة إخواني في الله يمكنكم سيل USDT على هذا الشكل إذا كنت تريد بيعها، فستجد الناس هنا يريد الشراء، ويعني كل ما يعني الذي تقوم ب يعني الذي يعني تقوم ب بدون يعني نصب وكل شيء، ستكون بايبيت هي الواثقة بينكم إخواني في الله. أو يمكنكم إخواني في الله بوان كليك باي تذهب إلى هنا، طريقة سهلة تقوم بالشراء مباشرة بالكريدي كارد الخاص بك. تختار مثلا هنا تريد بالدرهم المغربي أو مثلا أريد بالدولار الأمريكي، هنا تختار مثلا 5000 دولار وستتحصل على كما نرى
ستحصل على هذه. ثم بعد اخواني في الله يجب ان يكون لديكم بعد تقوم بباي ثم باي باليو اس دي تي بي يو اس تي ثم بعد تقوم بتاب وكل شيء. اذا نفس الطريقه هذا كنت تريد سيل بهذه الطريقه. ايضا يوجد الفيات ديبوزيت اخواني في الله، كل ما عليكم اخواني في الله هو اختيار مثلا بالواير ترانسفير او اي شيء من هنا. ايضا توجد كما قلت لكم الباي بيت كارد الذي سنتطرق اليها في فيديوهات قادمه اخواني في الله، فالموجوده ايضا الباي بيت. فالباي بيت كارت يمكنكم اخواني في الله ابلاي على هذا الشكل، ومن هنا يمكنكم اختيارها وتاني سحب بها ومن اي اي تي ام واي شيء ستكون من هنا اخواني في الله. ايضا هي شيء جميل وجميل جدا. انا اسلكم طريقه اخرى لكي تاخذ مثلا الاموال. كل ما عليكم هو الذهاب الى مثلا الفاند الاكونت الخاص بك، او اوكي نذهب الى الايسيتس اوفر فيو الخاص بنا. اذا كنت تريد مثلا التحصيل على اموال من خلال شخص يريد ارسال لكم الاموال في الورقه الخاصه بكم، كل ما عليكم هو الذهاب الى الديبوزيت على هذا الشكل. تختار مثلا ديبوزيت بالكريبتو الذي تريد مثلا هنا اوكي سنختار مثلا نذهب الى الفاندين اكونت الخاص بنا او سبوت اكونت او اي شيء. تختار مثلا في اليو اس دي تي ثم بعدها تقوم بالديبوزيت على هذا الشكل. ومن هنا اخواني في الله ستختار الوارد الخاصة بك من ديبوزيت على هذا الشكل. تختار مثلا من هنا ثم تختار التشين من هنا ثم بعدها سيعطيك الوارد ويمكن ارسال لك اي شخص من هنا. اذا بعد ان يكون لديك الاموال والشيء او اشتريت الاموال، الطريقة الان هي تريد. اذا كنت تريد مثلا الاستثمار في اي عملة رقمية مثلا نذهب الى سبوت تريدين على هذا الشكل، ثم ستنبثق لك هذه الواجهة. وبطريقة سهلة يمكنكم اخواني في الله البدء في التداول كما قلت لكم. مثلا هنا تختار العملة التي تريد التداول فيها. هنا البيتكوين، توجد مثلا البيتكوين من هنا اخواني في الله يمكنكم الشراء بهذه الطريقه. تقوم فقط بتريد من هنا من الليمات او من الماركت اخواني في الله. تختار كم تريد مثلا الاستثمار. اذا كانت هذه كنت تريد بيعها والربح منها من هنا سيل البي تي سي او الباي بي تي سي. من هنا يمكنكم اختيار التيك بروفيت وستوب لوز على انت وماذا تريد اخواني في الله من خلال التريد في من هنا. اذا كنت تريد يعني اختيار عمله رقميه اخرى ستذهب الى هنا، او يمكنكم اضافه مثلا البيتكوين الاثريوم وستجدها في الفيفورت اخواني في الله. او مثلا تقوم بالكتابة من هنا. مثلا انا ساختار مثلا السولانا، التداول على السولانا. ساجد السولانا والزوجة اليو اس دي تي. يجب عليكم ان يكون لديكم اموال في اليو اس دي تي لكي تبدا في التداول اخواني في الله. بعدها تختار كم تريد مثلا في الماركت. مثلا نحن سنقوم بالماركت، اريد مثلا 1000 دولار، كم ستعطيني من الباي من السولانا؟ ستعطيني من هنا ثم باي سولانا. بعدها ساقوم بعمل اوردر وساقوم بهذا الشيء. نفس الطريقة بالنسبة للسيل يمكنكم من هنا من المارجن من هنا اخواني في الله، من الكونفرت اذا كنت تريد كونفرت انت ماذا تريد. اذا كانت لديك اموال في السولانا وتريد كونفرت الى اليو اس دي تي بطريقه سهله من هنا، او من هنا يعني تختار اي عمله رقميه كما قلت لكم والبدء في الاستثمار فيها، ويعني ستجدها في الاسيتس الخاص بك اخواني في الله. يمكنكم ايضا التريد من خلال اخواني في الله في التريدين بوت او سبوت اكس. يعني سنطرق على هذه الاشياء كلها في الفيديوهات القادمه، لانني ساقوم بسلسله حول باي بيت اخواني في الله كالكوبي تريدين ديمو تريدين كل شيء سنطرق اليه في الفيديوهات القادمه اخواني في الله. اذا وصلنا لنهايه الفيديو اخواني في الله، الفيديو الاول من سلسله باي بيت. يعني انتظروا معي فيديوهات قادمه ان شاء الله حول هذا المنصه. كل ما عليكم هو فقط الاشتراك في القناه وانتظار الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مثل تقنوا في فيديو جديد في القريب العاجل. الى اللقاء.